السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي قبل الملائكة. وحينما أشهد الملائكة إنه محمد ربكم آمنتم، قالوا آمنا، إلا إبليس أبى واستكبر. ولذلك القضية وين؟ القضية هل نحن الآن مؤمنين بالإمام الحجة؟ أبونا وأمنا يذكرون أكو إمام حجة، إجا ناس قالوا لا ماكو داعي للإمام الحجة، إحنا بمكان الإمام الحجة، إن لم تقلدني أنا أبو زيد فلن شنو؟ تقبل صلاتك. ما تقبل صلاتي؟ يعني صلاتي مقترنة بيك أخينا أنت؟ أنت عينوك الناس، واللي يعينون الناس ما من حقه يقول تقبل لو ما تقبل. اللي يخلعون الناس بمزاجهم ما يستحق انه كل هاي الضجة وراه. واحد عينوه الناس، واحد درس وصار بروفيسور، يطلع واحد اعلى منه، بعد يومين يطلع الطالب مالته اعلى منه. تعرفون هذا شنو؟ هاي اهانة لمن؟ للمدرس. ولكن الإمام هل يكون هناك من هو أعلم منه؟ إيش ما تكون أنت عندك علمية تكون صاغر أمام جناح الإمام، كأنك لم تعلم من العلم شيء، لأن علمك علم مكتسب خريبيطة، وعلم الإمام علم لدني. هنا المشكلة. خوش هذا العلم عنده علم لدني رباني ما يتغير، ويجي يكتب العالم الرباني. بمن انت عالم رباني؟ بصناعة البسكويت؟ بصناعة الثوم واكله؟ بصناعة الفسنجون؟ كافي تضحكون علينا. عالم رباني يعني علي بن ابي طالب، معادل عبد المهدي، يعني مشكلة. يعني لو عادل عبد المهدي مثل 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 ربع مثل مثل خادم قنبر، كان العراق الان يزهو، ما يحتاج كل شيء، لا يحتاج يجي الاخ الكاظمي اطال الله عمره، ولا يجي فلان ولا تجي فلان ولا فصيل الفلان يهدد ويسحق، ماكو. الثانيه خل نرجع الى اصول القضيه. الست انا بربكم؟ قالوا بلى. خوش اذا انا ربكم ليش عفتونه ورحتوا؟ عبدتوا الصنم الناطق والصنم الحجر، ومرت عليكم مراحل البوذية واليهودية وما خليتوا شيء، الست انا بربكم؟ خوش انتوا صرتوا عبيد عندي، ليش عفتوا هاي العبودية ورحتوا صرتوا احرار؟ لانه القانون عند هذا المشيت وراء قانون مطاط، مو قانون الملزم، قانون الله ملزم، وقانون الربع مطاط على كيفه. يطلع بالليل اجت فكرة حلوة، طلع من الصبح عالم جليل بهذه الفكرة، وهي ما تمت بصلة الى شنو؟ الى قرار الله. لان هنا انا ما وديتك تصير عالم، انا وديتك تشرح للناس، تقولهم شكوا بالقرآن وش حكيت اني، بس ما من حقك تقول أنا عالم. هم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه.